برنامج دورة كنوز ديسمبر الطبعة الثانية. أول شيء التسجيلات راهم مفتوحين من الآن، وش رايحين نتعلموا في دورة كنوز ديسمبر؟ كنوز العمر كما قالوا لي اللي اشتركوا معنا في الطبعة الأولى، قالوا لي قولي كنوز العمر. إذا عندك أول شيء تتعلم وش هما المجالات للعمل على الإنترنت، المجالات الصح، لأنه كما ديما نقول أنه على الإنترنت كما تقدر تعمل كما تقدر يعملوا بك، والمجالات اللي فريمون 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 تعمل صح وتدخل بهم دراهم يعني باينين محصورين محدودين، اوكي الاخرين كاع يخدموا بك راهم باينين محصورين، وهذا هو اللي حنبداو به في دوره كنوز ديسمبر، انه عندنا العمل اونلاين وشنو المجالات اللي تقدر تعمل بهم، سواء كان عندك مستوى دراسي، سواء كنتي بكيتي في البيت، نعم عندك اشياء تقدر ديريهم، مما كنتيش قاريه تقدري تخدمي على الانترنت. حنا نمدوا المجالات بصفة عامة، وكل واحد يخير المجال اللي يناسبه هو على حسب العلم تاعه، إذا كان قاري ماشي قاري، على حسب الرغبة تاعه أيضا، لأنه هذه تلعب دور كبير وحنا تلقاوها معنا. إذا كي نكملوا هذا الشابيتر الأول تاع العمل أونلاين، حتكون هناك استشارات، وهذه الاستشارات يعني فيهم تعب شديد، دونك يكون عندنا أوقات اللي نديروا فيهم استشارات أونلاين على التليجرام، وين تقدر أنت تتكلم معايا بالصوت مباشرة، عندك الحق الكامل ساعة اثنين ثلاثة أنك تسأل وش تحب، وإحنا نوجهوك بالخبرة تاعنا إلى المجال الصح، لأنه تقدر وحدك ما تشوف هذه المجالات تاع العمل أونلاين، ولكن تكون عندك استراتيجية خاطئة للبدء. يعني حتى اذا خيرت انت مجال وكان هذاك المجال احنا نشوفه خطا، يعني بالخبره تاعنا نبدلوا لك المجال ونعطوك مجال صحيح. يعني هذه الاستشاره بعدها رانا رايحين نزيدوا نعطوك الاستراتيجيه الصحيحه اللي تتبعها وتسال واش تحب. بعدها عندنا دوره اليوتيوب اللي مطلوبه بشده بشده بشده، لانه كما على بالكم هنا في الجزائر المنصه الوحيده اللي تخلص اللي هي منصه اليوتيوب، يعني باش تخلص من المشاهدات حاليا الان نقولها ونعاود حاليا. اذا كاين هجوم كبير على دوره اليوتيوب وكي يحبوها سي نورمال، باسكو دغري بالتليفون تبدا محتوى وتبدا تدخل في العمله الصعبه، ولكن كيفاه تطلع هذه القناه، كيفاش تطلع لك وشنو المحتوى اللي يمشي، وكيفاش تسيو اليوتيوب، وكيفاش تبان وتجيب مشاهدات. اذا دوره اليوتيوب حتكون حاضره نادره، تسنى فيكم كامله مفصله وفيها دعم. يعني هذه دوره اليوتيوب بالاختصار اللي ياخذها هذه دوره اليوتيوب تنجح قناته، اذا حيبدا في قناه تنجح قناته، راهي مدروسه لهذا الشيء دوره اليوتيوب. يعني ماشي تديها باش تتعلم حاجه اللي تعرفها ديجا، لا لا، تديها باش تنجح في قناتك. طيب أبخي عندنا مراها التسويق الرقمي، التسويق الإلكتروني اللي هو الصح والعمود الفقري لنجاح أي عمل على الإنترنت، أي لنجاح أي صفحة على الإنترنت، دونك سواء تكون بتجارة إلكترونية، عندك صفحة رقمية على الإنستغرام، على الفيسبوك، سور تيك توك، سور يوتيوب، عندك موقع إلكتروني، عندك تطبيق، كيفاش تبان، كيفاش تجيب زيارات لهاد المواقع، كيفاش تجيب مشاهدات، كيفاش تجيب متابعين، كيفاش تجيب لايكات، هذا كامل راهو عندنا في دورة التسويق الإلكتروني، التسويق الرقمي، واللي حتكون أيضا متوفرة في كنوز ديسمبر. عندنا أيضا نزيد لكم ملحقات ومستندات تساعدكم للعمل على الإنترنت، لتساعدك في مشروعك اللي راك رايح تختاره معنا وتبدا فيه على الانترنت. دونك عندكم الانترنت بحر كبير، دونك انت تروح تشوف بالك تحقق معلومه ولا تتبحر، اوكي. دونك انت بعد ما تدخل معنا في كنوز ديسمبر يعني راك ديت بوغ اي لارجون بوغ، اوكي، الزبده ودراهم الزبده كما نقولوا بالعربيه. للتسجيل بداو تسجيلات، الاماكن جد محدوده، اللي يحب يسجل واللي يحب ينضم يبعث رساله نصيه لهاد الواتساب ولا لهاد الفايبر، اريد تسجيل في دوره كنوز ديسمبر، يحجز المكان مباشره، سواء كنت خارج الوطن داخل الوطن في اي ولايه مرحبا بك وتقدر تسجل. الدوره تكون على تطبيق التليجرام، اي عن بعد أونلاين. الدورة تبقى عندك مسجلة، يمكنك التسجيل من أي ولاية أنت مقيمة فيها الآن في الجزائر، يعني 58 ولاية، أو حتى إذا كنت مقيم خارج الوطن يمكنك التسجيل، نعم، لأنه ما تسحقش تسجيل عندنا هنا المكتب، لا، احنا مؤسسة إلكترونية نعملو أونلاين على الإنترنت. إذا وين كنت البلاصة اللي كنت فيها الآن تقدر انه تسجل وتلتحق
معنا في دورة كنوز ديسمبر الطبعة الثانية. السعر راهو جد 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 مناسب، بالك اللي يشوفوا شوية غالي بالنسبة للمعيشة، ولكن صدقوني في عالم الرقمنة والخبرة والتعب اللي رانا حنتعبوه، اللي عنده يعني فكرة على هالدورة تاع الرقمنة، نقول الرقمنة سمعوني مليح، حيشوف باللي السعر راهو جد جد منخفض، بالعلم انه مؤسسة كنوز ميرانيا مؤسسة قانونية مرخصة من قبل الدولة، يعني عندنا الضرائب، عندنا لاسيغونس، عندنا بزاف لي فخي، وعندنا الكرا، وخلي وخلي. دونك كاين اللي يفهموا في الرقمنة مليح يعرفوا بلي هذا راهو ماشي تولد السعر ديالو، تولد الحق تاعنا والتعب ديالنا. الف مرحبا، شكرا.